السلام عليكم متابعين قناتي، أتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هقدم لكم النهاردة فيديو جديد ومميز جدا. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيل الجديدة والبسيطة اللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت والمطبخ. وكمان هنشوف المنظمات والابتكارات والاختراعات الذكية اللي بتساعدنا على تنظيم وترتيب البيت عندنا، واللي هتشوفيها لأول مرة في قناة هبة حول العالم، واللي مفيش أي ست بيت تقدر إن هي تستغنى عنها، أو أي ست أو أي عروسة بتجهز نفسها تتمنى إنها تحصل على الأدوات دي بكل سهولة. عشان كده أنا هقولكم في نهاية الفيديو ده إزاي تقدروا إن انتوا تحصلوا على المنتجات دي والأدوات دي بكل سهولة. وقبل ما نبتدي نتكلم مع بعض عن كل الحاجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده وازاي نستخدمها ونستفيد منها، لو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناة اتمنى ان انت تنضمي لينا، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة بإذن الله. وخلال ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو ده، لو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ان انتوا تضغطوا على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكيش تقدر ان انتي تضغطي على زر الديسلايك. فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. وهنا معانا الاداة الجميلة دي، وتقدري تستخدميها كقشرة لللب وقشرة للثوم، وكمان هي متعددة الاستخدامات، تقدري تستخدميها لفرم الثوم والشطة. وهنا معانا عصارة وصفاية للخضار، تقدري تستخدميها لتصفية الخضار من المية. وهنا معانا فراطة للذرة، تقدري تستخدميها لتفريط الذرة، وكمان هي مصنوعة من الاستانلس وهتوفر معاكي في الوقت والجهد. وهنا معانا المقلاة الكهربائية دي، وتقدري تستخدميها لتحضير الأكل على السفرة، وكمان هي سهلة الاستخدام وهتوفر معاكي في الوقت والجهد. وهنا معانا مساكة على شكل جميل قوي، تقدري تستخدميها لمسك الأطباق والحلل السخنة اللي على النار، وده مضرب بيض يدوي تقدري تستخدميه عن طريق الضغط لضرب البيض او اي حاجة انت محتاجاها لبيتك ومطبخك، وهو مصنوع من الاستانلس. وهنا معانا مجموعة من الفرش، تقدري تستخدميها لغسيل الاطباق والحلل اللي موجودة عندك في المطبخ، وكمان هي متوفرة بالوان كتيرة، تقدري تختاري اللون اللي يناسبك. وهنا معانا مصفى بالطبق، تقدري تغسلي فيها الخضار والفواكه، وكمان بيصفيها من المية، وتقدري تستخدميه لتصفية الاطباق. وهنا معانا كبابي من الاستانلس، تقدري تستخدميها لشرب المياه والعصائر والمشروبات الساخنه، والميزه الجميله اللي فيها ان هي تقدري تاخديها معاكي في اي مكان، وكمان تقدري تلميها وتفرديها بكل سهوله. وهنا معانا الاداه دي، تقدري تستخدميها لعمل كرات اللحمه، وكده هتوفر معاكي في الوقت والجهد، وكمان تقدري تستخدميها كمغرفه للايس كريم. وده مقبض لغطيان الحلل المكسوره، وفي منه الوان كتيره، والميزه الجميله اللي فيه ان هو مش بيوصل الحراره، تقدري تمسكيه بايديكي. وهنا معانا علب التوابل، تقدري تحفظي فيها التوابل والاعشاب، وكمان هتساعدك على ترتيب وتنظيم المطبخ، وهي موفره للمساحه. وهنا معانا لوح تقطيع الخضار، وكمان هو متوفر بالوان جميله ومميزه، وتقدري تستخدميه لتقطيع الخضار والفاكهه، وبيصفيها من الميه، وفي مفرمه للثوم، وكمان هو مش بياخد عندك مكان خالص في المطبخ. ودي صفاية لحوض المطبخ، تقدري تستخدميها لتصفية الخضار من المياه والفواكه، وكمان تقدري تستخدميها لتصفية الأطباق وتحط عليها الحلل الساخنة، وتقدري تلميها وتفرديها بكل سهولة. وده منظم لتحضير أطباق الأكل، تقدري تعلقيه عندك في المطبخ، وكمان هيساعدك على ترتيب وتنظيم المطبخ أثناء عمل الأكل. وهنا معانا الجاروف ده، وهو متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدميه في تنظيف البوتاجاز والمطبخ، وكمان تقدري تستخدميه في تنظيف المرايات ومسحها بكل سهوله. وده حافظ البقوليات، تقدري تحفظي فيه جميع انواع البقوليات اللي انت محتاجاها لبيتك ومطبخك، وكمان بيحافظ عليها من الرطوبه والميه والسوس والنمل، وبيكون معاه اداه معياريه تقدري انك تعايري بيها الكميه اللي انت محتاجاها، وهيساعدك على تنظيم وترتيب المطبخ.
ودي علبة تقدري تحفظي فيها جميع مستلزمات بيتك من الفواكه والخضار والبيض، وكمان هتساعدك على ترتيب وتنظيم التلاجة، وهي بتكون مصنوعة من البلاستيك. وهنا معانا فتحة تقدري تستخدميها لفتح الأزايز والبرطمانات والكم، وكمان حجمها صغير مش هتاخد عندك مكان في المطبخ، تقدري تعلقيها. وهنا معانا اللزق ده تقدري تلزقي بيه جميع مستلزمات البيت زي الأطباق والكراسي والأحذية. وهنا معانا المساحة والمكنسة، دي تقدري تستخدميها في تنظيف الأرضيات، والميزة الجميلة اللي فيها ان هي فيها مكان للمنظف وبخاخة للمية، وتقدري من خلالها انك توصلي للزوايا اللي من الصعب الوصول اليها، وبكده هتساعدك على الترتيب والنظافة. وده لزق جميل قوي على هيئة فازة، تقدري تلزقيه عندك على جدران البيت وهيخلي بيتك بشكل جميل ومميز. ودي كراسي بألوان جميلة ومميزة، تقدري تستخدميها للاستراحة، وكمان تلميها وتفرديها وتاخديها معاكي في أي مكان. وهنا معانا الأداة، دي تقدري تستخدميها للمرضى، تحطي فيها التلج لتخفيف درجة الحرارة والألم، وكمان هي مفيدة، أنصحك تجيبيها. وهنا معانا بقى علب لتنظيم وترتيب السلاحة، تقدري تنظمي وترتبي فيها جميع مستلزماتك الشخصية زي المكياج والبرفانات، وكمان هتساعدك على الترتيب والتنظيم. وهنا معانا مجموعة من المفارش القطيفة للركنيات، وكمان هي متوفرة بألوان جميلة ومميزة، وهتخلي بيتك بشكل جميل ومميز، وكمان ملمسها ناعم وجميل. وهنا معانا علب من البلاستيك لتنظيم وترتيب الملابس الداخلية، وهتساعدك على الترتيب والتنظيم. وده منظم تقدري انك تلميه وتفرديه وتنظمي فيه البناطيل والفوط، وهيساعدك على ترتيب وتنظيم الدولاب، وهيخلي دولابك بشكل افضل وجميل. وهنا معانا مجموعة من العتبات على شكل فيونكة، وكمان بلون جميل ومميز، تقدري تفرشيها عندك في البيت وهتخلي بيتك بشكل جميل. وده كرسي، وكمان تقدري تستخدميه لترتيب وتنظيم الأحذية اللي موجودة عندك في البيت. ودي ترابيزة بشكل جميل وأنيق، وده حامل ومنظم للشمسيات، وده طبعا منظم للملابس والشنط، تقدري تنظمي فيه جميع الملابس والشنط، وده منظم للأحذية وهيساعدك على ترتيب والتنظيم. وده منظم جميل قوي، تقدري ترتبي فيه وتنظمي فيه جميع مستلزمات البيت، وده حامل للفازات، وده منظم للملابس، وده طبق فاكهة في منتهى الجمال والروعة. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة بالضغط على زر الاشتراك ولايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات، وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما شوفنا مع بعض كل المنتجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، ووضحنا ان احنا ازاي نستخدمها ونستفيد منها، والحقيقة ان هي ادوات عملية وغير مكلفة، وتقدر ان انت تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وبتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. كملي الفيديو للنهاية عشان تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ومطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم نجيب المنتجات دي بكل سهولة، من خلال المواقع الصينية مثل موقع علي بابا وموقع علي إكسبريس والموقع الأمريكي أمازون وموقع بنجودو. وأسعار المنتجات دي بتكون متفاوتة على حسب الحاجة اللي انت محتاجة تجيبيها، أو عن طريق الفيسبوك حضرتك هتكتبي أدوات منزلية وبيكون في تجار كبار عندهم المنتجات دي، تقدري ان انت تتواصلي معاهم وتحصلي على المنتجات دي مقابل مصاريف شحن رمزية. اما مصاريف الشحن لمواقع علي بابا وعلي اكسبريس بتكون غالية شوية على حسب المكان اللي انت موجودة فيه،
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.